أوي. نمشي ولا القضية كبيرة 99 في زامبيا، فريق تونسي استعان بفتحي بوستة باش يقوموا بعملية مشبوهة، عملية رشوة CSS ضد فريق الشياطين الحمر في زامبيا. CSS يربح لالي 4 بلاش في الروتور، سي فتحي بوستة يكون هو، سامحني في الكلمة باش نستعملها بين معقفات، اليد القذرة اللي باش تتم مهمة الرشوة. شنو الحكاية؟ وتوقفت وصار ما صار. أنت هنا جاوبت على كل شيء، قلت في صفاقس ربح 4 بلاش صفاقسي، اش مازالوا ما يعمل العمليه هذه. انا كل ما في الامر كنت انا وسي ناصر كريم وسي صلاح الدين زحاف، لا سي هو كمساعد رئيس وقت الرئيس هو لطفي عبد الناظر، تبقى كان معنا فخري عيش باهي. وقت اللي مشينا نشوفوا في بيس، خاطر جواراتنا جابوهم في بيس حتى البلار مكسر، يعملوا 300 كيلومتر والدنيا سخونه في زامبيا، ما وصلنا ما عليناش، حابين انا روبيس. كي مشينا الغادي دخلت انا قعدت نستنى، خاطر نهار السبت ومسكرين حلو مخر، قعدت انا قدام هذا البيرو نتاع الواحد لوكاسيون، وفخري دخل للوتيل يبدل يغير في فلوس. بدلوا في الوتيل هذيك، كيف دخل في الوتيل هذايا جاني واحد من السيكوريتي قال لي صاحبك ينادي عليك. لاباس مشيت دخلت تلقى شادينه غاديك فخري، قال لي هذا جاي يعمل في رشوه من الحكم. رشوه؟ قلت حكم شنو؟ تم رشوه، تم رشوه شنو يا ولدي؟ تشبيك منطوبه؟ تقدر ربحنا 4 بلاش انا، هو الصباح نتاع الماتش. با هما في المخ نتاعهم حبوا يدخلوا غوله في الجمعيه سوا ديزون، وقتها نوليو احنا اليميني على خاطر ثم تونتاتيف نتاع كوريبسيون ممكن يخسرونا في الواحد. ساعتها وقفوا، وقفونا ثميكا، توقفتوا، وقفنا في الشرطه. ووقتها الحق نكبرك مع القدر نتاع تونس، سفراء من كل الدول العربية كل تصبوا غادي، وافكتيفمون يعني بعد اون باسي لي نوي غادي قعدينا الليله ثما في الواحد في الشرطه، ولغدوا الحي الحق قالوا عدونا البروكيرور وقال لي هذا بلونشي راه ما ثما شيء من الحكايه، وقع الاجلام نتاعنا وخرجونا، لكن ظلم فهمت. من شيرة قال سليم شيبوب عنده يد في اتهامكم، من شيرة تحكي انه سليم شيبوب تدخل وكان فعل باش انه يسيبوكم وتخرجوا. انا ما نجمش نتهم الناس وقت اللي انا ما عنديش حاجه فيك. نتهم سليم شبوب ما نقولش، اما نقول من بعد يقول اللي هو عمل ما في وسعه باش معنا. لكن نرجع ونقول اللي عمل كل ما لازم سي صادق شعبان مع رئيس الدوله السابق الله يرحمه، هو اللي داخل غادي وقال له راهي العمليه راهي محبوكه وما فيها حتى شيء من الصحه وصار الواحد نتاعنا. واضح السيد فتحي بوسته، شكرا ليك. كما بدينا بسؤال يقبل الاجابه بنعم ام لا، باش نكمل بسؤال يقبل الاجابه بنعم ام لا. مصعبك ومصعبك. كنت كريم اليوم معك سي فتحي، اليوم دخلتني من البيبان الكل خرجتني من بيبان اخرى. اسمع ما كنت مستنى، راني كنت نلعب، راني مدافع مانيش مهاجم باش تقول عندي تكنيك. ما شاء الله عليك اليوم التكنيك الكل مع مختار ذويب وعبد الغفور السوداني وحدك. ما شاء الله ما شاء الله. بنعم ام لا كما بدينا بها الفقره نتاعنا نكملوا بها.